تزخر بمواقع تاريخية أثرية متنوعة تعود للعصور القديمة، ومنطقة إيشوغان ببلدية فمطوب واحدة من هذه المواقع الأثرية النادرة التي تضم عشرات القبور النوميدية والتي أصبحت مهددة بالاختفاء. التفاصيل مع سعيد حريكة. هذه القبور دائرية الشكل تعود للحضارة النوميدية القديمة التي استوطن سكانها في هذه المنطقة المعروفة باسم إيشوغان التابعة لبلدية فمطوب، قبور مكتملة المعالم يزيد عددها عن 70 قبرا. هذه مدينة نوميدية، والدليل على ذلك وجود المقابر الضخمة كما تلاحظون ورائي. هذه المقابر على شكل دائري، قطرها يصل حتى إلى 8 أمتار، من 6 إلى 8 أمتار. تعتبر من أعرق المدن النوميدية على المستوى الوطني. ممكن في الكثير من البلديات ولا المدن الجزائرية ممكن ما تلقاش عندهم التراث هذا. كنز تاريخي نادر مهدد بالزوال بسبب الإهمال والتسيب ولا مبالاة المعنيين، رغم تصنيف منطقة إيشوغان كتراث وطني. نتحدث عن الإرث اللي ورثناه عن أجدادنا من مقابر نوميدية ومن آثار مهمشة، وهي في طريق الاندثار ان صح التعبير. يهتموا بالمنطقه، ماذا بين الشيء اللي وسيج هذه اللي وبريد لي زوتوريتي او نيفو دولايه، هذه اللي غرس الخبر باللي هاي منطقه سياحيه قديما دي في الثمانينات اللي تنتسم للتوريست. هنا نوجهوا نداء الى السلطات المعنيه، عندنا مقابر هنا نوميديه تعود لتاريخ ما قبل الميلاد. احنا نطلبوا من السلطات يرجلوهم يعدلوهم، كان مقابر باينه ومقابر ما تبانش، ولهذا باش يكون هنا فضاء سياحي كبير. يذكر أن المنطقة تضم مقابر جماعية لعامة الناس وقبورا فردية بأحجام كبيرة يعتقد أنها لملوك حكموا المنطقة.